حيا الله المشاهدين من جديد. كثير من الناس مشاهدين يحبون يسافرون إلى بلاد جنوب آسيا. طبعا الشخص اللي سافر لهذه الأماكن دائما أو ما عنده خبرة عن الأكل دائما يحب يتعرف على هذا المطبخ العريق بالمطبخ الآسيوي. وأحيانا تروح للمطعم أنت مطعم صيني أو مطعم آسيوي وتحلو أنك تتعرف على الوجبات اللي ممكن تطلبها. اليوم معنا الشيف هلا، ما في اليوم ما عندنا اي وصفه، ولكن عندنا حديث عن المأكولات الآسيوية. فعلا امبارح نحن عملنا الوصفه من امبارح لحتى ندخل شوي بموضوع المطبخ الهندي. الاسبوع الماضي ناقشنا دول شرق اسيا اللي هن الصين وحكينا عن اليابان وعن عادات عندهم وعن الاكل. ومثل ما قلت هاني، احيانا بنروح على هاي البلدان وبيكون صعب نعرف شو لازم نطلب او نعرف انه هذا الاكل طب شو معنى هاي الكلمه، وخاصه اذا اختلفت اللغه بنصير طب يعني هاو او ورجيني صوره او خصوصا اذا المنيو ما في صور. عن جد مصيبه. واغلب المطاعم ترى اللي على مستوى ما بحطوا صور، انت وحظك بدك تدخل تعمل له سيرش. بس تعرفي شوف هلا مرات احنا عشان كمان بناكل، حتى نفترض لو الهندي انا اكله هنا الطعم لانه في التتش العربي، وتروحي عند مثلا الهند تلاقي لا الاكل مختلف عن اللي اكلته. يعني هلا اليوم خلينا نبدا اول شيء بالمطبخ الهندي وحخبركم شو هي اشهر الاطباق الهنديه وبنفس الوقت كيف انتشر المطبخ الهندي حول العالم. فهو دائما معلومه مهمه انه بعد الحرب العالميه انتشر الاكل الهندي او المطعم الهندي بكل دول العالم لمرحله انه هلا انت اذا بتروحي على بريطانيا في تقريبا حوالي 10,000 مطعم هندي. يعني فعلا المطبخ الهندي بريطانيا تحديدا مع كثر الناس اللي انتقلت وهاجرت لبريطانيا منتشر بشكل كثير كبير فعلا. ومع اختلاف وتميز هذا المطبخ، طبعا هو مثل ما بتعرفوا مش مشهور بالتوابل كثير، مشهور بالبهارات بالحر، بس لما بنقول المطبخ الهندي بنقول كلمه كاري. وكلمه كاري او الكاري بشكل عام هي بتعني الصلصه. فكلمة كاري بنقول نحن يخنة الكاري، يعني مشهور بالصلصات. والكاري انشهر لدرجة أنه إذا نحن نقول هامبرجر أو بيتزا نرجع بنقول كاري. يعني هو بنفس الشهرة وبنفس المكان اللي موجود فيه غيره من الأكل. أنا عارفة بضحك، بدي أعرف بضحك لأنه افتكرت التحدي حق الشيف أنا وهاني، فأنا مفكرة أنه الكاري هو عبارة عن بهار واحد. فجاء الأستاذ العميد علي جابر فبيقول لي إيش بتدوري، قلت له بدور على بهار الكاري، فبصيت طبعا يعني نظرة كانت مو حلوة أبدا، فقال أنت تاخدي أول صف وتاني صف. فزي ما قلتي هي عدة توابل، أيوة خلطة يعني مش أنه خلطه واحده. وهي بتسهل كمان على الناس اللي عندهم حساسيه او عندهم معده حساسه للبهارات انه المطبخ الهندي كثير ثقيل على معدتهم. بس بنقدر دائما نحكي عن اطباق اخف بالصلصه. يعني نحن لو بدنا ناكل اكل هندي بس بدنا شيء شوي اخف، دائما بنحكي عن الصحه وعن الاكل الهيلثي. عندك الطبق التندوري، طبق التندوري اللي هو بيكون اصلا من بنجابي، مو يعني من منطقه بنجاب. والتنور هو الطبق اللي عاده طبق الدجاج المبهر اللي بينشوى بالفرن. فله طريقه معينه بتلاقي طعمه الشوي اللي فيه هي اللي بتعطيه هاي الطعمه اللي بتميز هذا الطبق. وبنفس الوقت هو صحي وخفيف لانه مشوي. يعني بس متبل. التندوري معناها مشوي، تندوري يعني مشوي بفرن التنور اللي هو عادة بيكون له طريقة معينة. هلأ كمان غير عن هاي الأطباق اللي مشهورة، عندك مثلا ما بنقول كلمة مسالة أو لما بنقول تيكا مسالة بتفرق معنا شوي. يعني شوفوا هي قديه حساسين. تيكا يعني قطع البورشن، مقطع قطع صغيرة. المسالة يعني طبخة يخن فيها المكونات كاملة، تيكا مسالة. أما تيكا يعني مقطع قطع صغيرة، فهذا للي ما بده يأكل كمية أكبر أو بده يأكل الدجاج مقطع. هلا الحلو بالمطبخ الهندي بشكل عام انه بيناسب كثير من النباتيين، لانه هو من اكثر طبعا مع اختلاف الفلسفه اللي عندهم مع اختلاف الاديان دائما بيتجه اغلب الهنود للمطبخ النباتي. فبتلاقي تقريبا بنسبه 35% من سكان الهند او من الهنود الاصليين هم نباتيين. فانتشرت كمان غير الاطباق اللي عم نحكي عنها اللي بالدجاج مثل التنور ومثل المسالة وغيرها، انتشر كمان المأكولات النباتيه. وكثير جذبت كثير من الناس لانه دائما الاكل النباتي بده طعم، فهن مع تمازج البهارات اللي عندهم والخضروات اللي موجوده قدروا يعملوا يوصلوا هالاطباق النباتيه بشكل حلو. من المعلومات اللي لفتت نظري كمان عن المطبخ الهندي، طبعا احنا الطبق البرياني اللي وصل يمكن لكل مكان من دول الخليج، لما نقول برياني يمكن على طول بنقول نتشجع انه ناكله لانه طبق كثير طيب. طلع طبق البرياني أصله من مدينة حيدر أباد
وهذا الطبق صار له 7000. في قصة حلوة كتير، أنه بفترة معينة صار في حالة فقر بالمدينة، فأمر الحاكم أنه تتحضر أطباق، يعني أكل نفس الأكل لكل الموجودين لحتى يعوضهم عن الفقر. فكان أول طبق برياني رح تحضر بالفخار وتحط بقلب الرز وتسكر بالعجين ليعطي ليشبع أكثر. فكانت هون فكرة العجين مع الرز، وهيك كان أول طبق برياني انتشر بالهند. كتير حلوة حبيتها. أنت تعرف إنه الأكل الهندي أنا لما أسافر من بلد لبلد أحبها، ليش؟ لأنه تساعدك على أنك ما تمرضي، لأنه فيه كتير حر وسبايسي، مضادات للالتهابات بالزبط. والثوم والبصل، يعني فعلا هي لما بنعرف قيمة هذا الأكل أو بنعرف كيف نتعامل معه بيكون كتير فرق. في شغلة حلوة كتير كمان عن العادات الهندية، نحن دائما عم نحكي عن المطابخ وعم نخبر شوي عن العادات. من العادات اللي كتير مهمة لما لو قعدنا مع هنود أو انعزمنا على غداء أو عم ناكل مطبخ هندي، أنه لازم نبدأ بالأكل لما أكبر واحد بالسن يبدأ بالأكل. فكتير عيب عندهم بعادات أنه أي شخص يبدأ على طول بالأكل، لحتى ما تشوفي أكبر شخص عادة الجد أو اللي موجود على الطاولة بدأ بالأكل بعد الباقيين بيبدوا. حلو. الشغلة الثانية الحلوة عندهم أنه من عاداتهم بالأكل الهدوء، ولازم أنت تاكلي وتحكي كتير بصوت واطي إذا اضطريتي تحكي، فلازم يكون في هدوء بشكل كامل أثناء تقدير واحترام للأكل أو للنعمة اللي أنت عم تاكلي، علشان تحرحر ومظبوط عشان البحر ما يعبر كتير بسرعة. وأكثر العادات المميزة عندهم عند الهنود أو بالمطبخ الهندي هي أنه استعمالهم لإيد واحدة بالأكل، فدايماً عندهم الإيد اليمين حصرياً اللي بيستعملوها بالأكل، فبيأكلوا بإيدهم. بس كمان المميز إذا بتشوفوها كتير أنه بيخلوا إيدهم اليسار ورا ظهرهم، وحتى الخبز بيقسموه بإيد واحدة، فقالهم طريقة أنه ما يستعملوا حتى لو بدهم يقسموا خبز غير إيد واحدة. هلأ خبرنا كتير عن المطبخ الهندي، بس أخبركم بشكل سريع كمان عن الماليزي، اللي هو كتير ناس لما بتسافر على ماليزيا بتلاقي صعوبة بالأكل. كنا عم نحكي أنا وياكي غادة أنه المطبخ الماليزي صعب دايماً نحب كل الأكل الموجود فيه، وهيك عم أخبر كتير معلومات كتيرة بس يمكن هيك تساعد لو بشكل سريع. مطبخ الماليزي متأثر بالصحة غادة، هذا على الحر، على سيرة الحر، المطبخ الماليزي متأثر كتير بالمطبخ الهندي والصيني. فدايماً عنا بنقدر نختار، يعني لو رحنا ماليزيا أنه نجرب نعرف أنه هل الأطباق الموجودة نحن حسب حبنا للأكل هل متأثر بالمطبخ الصيني أو المطبخ الهندي. وفي كمان عندهم المطبخ الملايو. الملايو يعني هي من ماليزيا أو هي قبائل سكنت من قبل، وهذا المطبخ هو مشهور بالرز باستعمال البهارات جوز الهند، دائما بيكون في له قوام كريمة. ففي طبق كتير مشهور بماليزيا واللي هو كتير كتير الناس بتحبوه، هذا يعني دائما سيف رح تحبوه لو طلبته، هو النازي غورينغ، اللي هو عادة نازي غورينغ هو مكون من الرز المقلى، فيه شوية بيض وفيه دجاج، طعمته كتير طيبة وخفيفة ومانا مزعجة، يعني مانا من الطعمات اللي حتكون غريبة علينا. أما أغرب عادة عند الماليزيين واللي هي فعلاً حلوة كتير وحبيتها، يمكن بلش استعملها بالاستوديو، إنه هنا لما بدنا يسألوك كيف حالك ما بيقول لك كيف حالك، طبعاً بلهجتهم هني بيقولوا أكلت. فبدل ما يسلموا عليك، ممكن تكوني أنت عم تتمشي بالشارع عادي أو رايحة تعملي شوبينج أو يمكن رايحة تسلمي على صاحبتك بتقلك أكلتي، يعني هي مرحبا. يعني هي بمعنى أنه الطمئنان على الصحة من خلال أنه الشخص ذا أكل ولا ما أكل، هني هدفهم أنه كسر الحاجز. لما يجي حدا يقولك مرحبا كيفك شو أخبارك، غير لما يقولك أكلتي، لا والله ما أكل جوعان. لا بس هي زميلتنا روان قالت أنه فعلا سأل الأم دائما أكلتي أنه أنت منيحة، إذا أكلتي كتير منيحة. سؤال الأخت شو أكلتي. هذا السؤال. هذا كانت الأخبار هيك بشكل سريع عن المطبخ الهندي والماليزي، وأكيد المطبخ السنغافوري كمان كتير بيشبه المطبخ الماليزي. وهيك كل حلقات حبلش أعطيكم أفكار جديدة ومطابخ مختلفة، وكمان شاركونا أنتم بالبلدان اللي بتحبوا تعرفوا عن مطابخها أكثر أو عن عاداتهم أكثر، خاصة بالأكل. جيبينا قصة، حبيت قصة كيف جات فكرة البرياني. يعطيك ألف عافية. شكرانيا هلا، يعطيك ألف عافية، ونتمنى إن شاء الله كل برياني. أنا كنت أقول له برياني برياني بالحجاز.